في العام 2014 قفز أنانيوستس من البالون المعلق في الطبقات العليا من طبقة ستراتوسفير. لقد وصل إلى سرعة تفوق سرعة الصوت وفي مرحلة ما فقد السيطرة على رحلته بالقفز الحر، لكنه في النهاية هبط سالما بأمان، محققا الرقم القياسي العالمي الذي لم يتمكن أحد من كسره منذ ذلك الحين. لكن ماذا لو قرر شخص ما، يعني أنت، القفز على الأرض من محطة الفضاء الدولية؟ ها أنت تستعد لمغامرتك لتحطيم الرقم القياسي وترتدي بدلة فضاء لعدم وجود هواء مناسب للتنفس على ارتفاع عال فوق الأرض. 3 2 1 انطلق. تقفز إلى الفضاء المفتوح وتندفع بعيدا بفعل القصور الذاتي. محطة الفضاء الدولية ليست معلقة هناك فحسب، بل تتحرك بسرعة هائلة أسرع من الطائرة النفاثة، لذا ستحلق أولا في المدار وتدور حول الأرض. لن تسمح لك قوة الجاذبية بالتحليق بعيدا عن الأرض، لكن لكي تصبح أكثر بطئا وتهبط في الغلاف الجوي سيكون عليك الانتظار لعامين على الأقل. لحسن الحظ أن لديك محركات دفع مثبتة في بدلتك الفضائية، لذا يمكنك تشغيلها وتوجيه نفسك ضد قوة القصور الذاتي. تبطئ من سرعتك لتجعل سقوطك سقوطا حرا حقيقيا، وتتفادى الحطام الفضائية العائمة في المدار التالي لمدارك. وأخيرا توقف تشغيل المحركات وتبدأ في السقوط بشكل حقيقي. الآن تبدأ سرعتك بالتزايد بوتيرة هائلة، وفي لمح البصر تكون قد اخترقت حاجز الصوت. تصل درجات الحرارة هنا إلى درجة التجمد، لكن بدلا من ذلك تظهر لك بدلتك تحذيرا من ارتفاع درجات الحرارة. إن احتكاك بدلتك سريعة الحركة مع جزيئات الهواء كاف لتوليد حرارة بأكثر من 1650 درجة مئوية، فلو كانت البدلة مصنوعة من الحديد لذابت في الحال. في الوقت ذاته يجعلك التسارع تواجه حوالي 8 جي من قوة جاذبية الأرض، أي أكثر بثمان مرات مما هي عليه على الأرض. وعلى سبيل المقارنة يتدرب طيارو الطائرات المقاتلة على تحمل حوالي 5 جي. كما أن مقاومة الهواء ضدك أيضا، فلولا بدلتك فائقة القوة لمزقتك قوة سحب الهواء إلى قطع صغيرة. الحرارة والضغط وقوة السحب ما يجعل الكويكبات تتفكك عند دخولها الغلاف الجوي للأرض. عندما تسقط عبر هذه الطبقات تصبح سرعتك أبطأ تدريجيا، لكن الارتفاع والتسارع الأولي كانا قويين جدا، ولازلت تتحرك بسرعة تصل لثلاثة أضعاف سرعة الصوت. أنت بحاجة لتشغيل محركات الدفع من جديد لتتمكن من فتح مظلتك. تفعل ذلك على ارتفاع 1 كيلومتر بالضبط وتهبط على الأرض بسلام. أخيرا بسلام. أوف، كان ذلك ممتعا. وتحتاج للمزيد. ماذا عن الكواكب الأخرى؟ إن كنت ستقفز من سماء كوكب الزهرة فستشعر بقوة الجاذبية نفسها التي تشعر بها على الأرض، لذا ستكون قوتا السحب والضغط متشابهتين تماما في البداية، لكن ستختلف الحرارة كثيرا. هناك سحب كثيفة ودائمة من الحمض في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة تعمل على تسخين سطح الكوكب إلى درجات حرارة لا تطاق، والسقوط من خلال هذه السحب علما بأن بدلتك تحميك من الحمض نفسه ستشعر بحوالي ضعف الحرارة مقارنة بالسقوط في الغلاف الجوي للأرض. وعندما تصل أخيرا إلى ارتفاع 1 كيلومتر فوق سطح الكوكب ستحتاج إلى مظلة مقاومة للحرارة، لأن درجة حرارة الهواء هناك حوالي 430 درجة مئوية. سيكون الهبوط سلسا بشكل مدهش على الرغم من كثافة الهواء المماثلة لكثافة الأرض ورغم الضغط الجوي الهائل، لكن لا يؤثر هذا فعلا على هبوطك. إذن تصبح قادرا على السير بأمان على الأرض المحترقة للكوكب المشتعل. هذا بطبع إن وجدت طريقة لتجاوز رياح الأعاصير الدائمة التي تهب في جميع أرجاء كوكب الزهرة. الآن ماذا عن المريخ؟ الغلاف الجوي هنا أقل كثافة بكثير مما هو عليه على الأرض أو على الزهرة، لذا ستكون رحلتك في السقوط الحر أقل خطورة بكثير. ستحتاج للسباحة في الهواء من ارتفاع منخفض، لأنه بعكس ذلك لن تتمكن من الهبوط على الكوكب الأحمر، إذ لن تكون قوة جاذبيته كافية حتى حاجز الصوت لسطح المريخ، فيمكنك الوصول إليه بسرعة أكبر بكثير. الهواء رقيق جدا حيث تضطر الجزيئات إلى السفر للانتقال لمسافات طويلة لترتد عن بعضها البعض، فتخلق موجات صوتية. لن يكون الهبوط مهمة سهلة أيضا، فالهواء الرقيق غير كاف لإسناد المظلة العادية، لذا سيكون هبوطك بطيئا بعض الشيء. لنعتبرها راحة لك،
للحصول على تحليق أكثر أو أقل أماناً ستحتاج لمساحة سطح أكبر بكثير من مظلتك، لكن هذا من شأنه زيادة كتلته أيضاً، وستبقى كفقاعة على سطح المريخ. ما تحتاجه فعلاً للبقاء على قيد الحياة هنا محركات الدفع القوية. على كوكب زحل، ثاني أكبر كوكب في المجموعة الشمسية، ليس هناك سطح صلب أبداً، إنه كوكب غازي عملاق. في البداية سيعني القفز عليه، أو بالأحرى القفز بداخله، المرور عبر حلقاته المكونة من شظايا من الجليد والصخور، وعليك استخدام محركات الدفع من جديد لتجنب التصادم. بمجرد خروجك من الحلقات ستدخل في الغلاف الجوي، وهو قاس جدا. تصل سرعة الرياح على زحل لسرعات تفوق سرعة الصوت، لهذا ستحملك الرياح بعيدا إلا إذا كنت تحمل ثقلا بوزن كبير جدا، أو قد تؤدي تلك السيول الجوية إلى تمزيقك. لكن لنفترض أنك نجوت وسقطت من الطبقات الخارجية للغلاف الجوي لزحل. هذا الكوكب مكون من معظمه من الهيدروجين والهيليوم واللذان، يزدادان كثافة كلما اقتربنا من نواته حتى يصبحا بحالة صلابة، لذا ستشعر كأنك تغوص في الماء ثم تصبح أبطأ وأبطأ حتى تتوقف أخيرا عن التقدم للأمام. لست بحاجة هنا إلى مظلة، إذ سيكون هبوطك سلسا بجميع الأحوال، هذا إن كان من الممكن تسمية الوقوع في الهيليوم السائل هبوطا سلسا. دعنا ننتقل الآن إلى كوكب المشتري، أكبر عملاق غازي في النظام الشمسي، وهذا أيضا ليس له سطح صلب، رغم أن رياحه ليست عاتية كما يجري الحال على زحل، لكنه يحتوي على أكبر عاصفة على الإطلاق، البقعة الحمراء العظيمة. إن كنت سيء الحظ بما يكفي وسقطت عليها من السماء مباشرة، فستقطع إلى آلاف القطع وتبعثرك الرياح. لكن لنفترض أنك تجنبت العاصفة وسقطت في الغلاف الجوي، من جديد لست بحاجة إلى مظلة للهبوط لعدم وجود مكان لتهبط به، لقد استطعت تحمل رياح زحل، لذا لن تجد أي صعوبة بمجابهة هذه العواصف. احذر فقط أن تفقد خزان الأكسجين، لا يوجد على المشتري هواء صالح للتنفس. بعد عدة ساعات من السقوط الحر ستصل إلى النقطة التي تصبح فيها الغازات سائلة ثم تتصلب، لذا ستعلق بها ثانية ولن يخرجك منها سوى محركات الدفع. انتقلنا من المشتري إلى أورانوس، عملاق غازي آخر أزرق اللون، يشبه إلى حد كبير أخاه نبتون. الرياح هنا أضعف بقليل مما هي على زحل، لكنها شديدة البرودة. السقوط من الغلاف الجوي لأورانوس ليس شيئا مميزا فعلا، إذ ستهبط بالسرعة العادية الأسرع من الصوت طبعا، وتسخن كلما مررت بطبقات الغاز. الهبوط هنا عادي الآن بالنسبة لك، تسقط في سحب الغاز التي تتحول إلى سائل ثم تصبح صلبة، الفرق الوحيد البرودة الشديدة واللون الأزرق الجميل المحيط بك. نبتون عملاق جليدي، لكن لا تدع هذا يخدعك، فهو مكون من الغاز أيضا، يسمى بالكوكب الجليدي لأن الحرارة عليه في منتصف الطريق إلى الصفر المطلق، لذا إن سقطت من الغلاف الجوي لنبتون وهبطت على سطحه فستشعر بخيبة أمل، لن يساعدك أي نوع من الاحتكاك على الذوبان بعد أن تكون قد تجمدت بردا، وبالتالي ستصل غالبا إلى الغاز المتصلب المحيط بنواة الكوكب، لكنك ستكون على شكل كتلة ثلجية. وأخيرا إليك هذه المكافأة بعد كل هذه الحوادث المؤسفة، لنذهب إلى الكوكب الأكثر إثارة ونهبط عليه، تايتان. إنه ليس كوكبا حتى، بل قمرا تابعا لكوكب زحل، يجعل الغلاف الجوي السميك مع الجاذبية الضعيفة هذا القمر مثاليا للهبوط والطيران، ستكون قادرا على الاستمتاع بسقوطك الحر دون مواجهة الكثير من المشاكل المزعجة، وستفتح مظلتك على مهلك فتستمتع بمنظر الكوكب الصخري من الأعلى.